اليوم كيف العادة واقفين دائما مع وليداتنا نؤازرهم، وليداتنا نخبة من الطلبة، زبدة الطلبة، خيرة الطلبة، كيتكرفسوا كيتججروا في المحاكم، كيتمارس عليهم العنف. علاش؟ لأنهم كيطالبوا مطالبهم ليس إلا بأهم مطلب وهو جودة التكوين، يعني ما تيطالبوش بشي حاجة اللي هي خرقة للعادة، وكيطالبوا أنهم يكونوا في أماكنهم اللي هي الكلية وليس الشوارع، كيطالبوا يكونوا في المدرج، يكونوا دابا دوزوا امتحاناتهم بحال جميع الطلبة ديال الجامعات، ويكونوا دابا كيقراوا وفرحانين، وهم اختاروا بلادهم، يعني جاتهم فرص أنهم يمشوا برا، ومع ذلك اختاروا بلادهم، كيقولوا كحنا بغينا بلادنا، ماما بغينا، بنتي كتقول لي ماما بغيت بلادي، ما بغيتش نمشي لبرا، وتحت لها الفرصة شحال من مرة، ودابا راهم كيتكرفسوا، ما بقات لهم لا كرامة لا والو، وكان ناشدوا سيدنا هو السلطة العليا بعد الله عز وجل أنه يحل مشكل لهاد الوليدات. سيدنا كان ناشدوك راه زبدة الطلبة، ولاد شعبك العزيز كيتهانوا، كتمشي لهم كرامتهم، كيتشردوا، كيتضربوا، كيتحاكموا في المحاكم. أشنو ذنبهم؟ ذنبهم فقط هو أنهم كيطالبوا بحقوقهم بجودة التكوين. يا سيدنا الله ينصرك، انصر وليداتنا، انصر شعبك العزيز، هما باغيين بلادهم يخدموها، ما باغينش يمشيو برا. هذا الشيء اللي كنطلبوا اليوم، وهذا الشيء علاش حنا واقفين اليوم، وليس إلا ما كنطلبوا حتى شي حاجة أخرى، وما كنهرسوا، ما كنضربوا، ما كنخربوا، ما كنديروا حتى حاجة. مسيرة سلمية وتواجهوا بالعنف، وتواجهوا بالضرب، وتواجهوا بالتحدي وبالقمع. سيدنا كنشدوك مرات ومرات ومرات، حنا كنشدو سيدنا، أنت اللي بدك كل شيء، أنت اللي استطعت حلنا هذا المشكل. أما وزراء التعليم العالي راه أذانهم صامة، ما بغاوش يسمعوا لوليداتنا، وتيمارسوا عليهم العنف باش يتخلوا على مطالبهم. ما بقات لحد الساعة راه وليداتنا، وحنا كذلك ما بقاتش عندنا ثقة في هذا الوزير هذا، ولا في اي وزير كيشرد وليداتنا وكيمردهم وتينزل من الكرامه ديالهم. وكنطلبوا سيدنا مره اخرى يتدخل، لانه السلطه العليا واللي قد يدير حد لهذه المشاكل هذه. نناشدك اسم محمد السادس سيدنا، نصرك الله جلاله الملك، نناشدك. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.